أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في كتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
يا أبت وقربناه نجيا
من ذرية آدم ومن من
قوم فيها بكرة
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر هل تعلم له سميا ويقول
Oh,